الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي بكم مجددا في هذا اليوم المبارك مع حصة جديدة من حصص الأدب الإسلامي. قبل ذلك أود أن أهنئكم بحلول السنة الهجرية الجديدة أدخلها الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير. أحبتي الكرام، بعد أن تناولت في الحصتين السابقتين تعريف الأدب الإسلامي ونشأة الأدب الإسلامي، سأتناول في حصة هذا اليوم خصائص الأدب الإسلامي. إذن ما هي أهم الخصائص التي تميز هذا الأدب الإسلامي؟ لا شك أنها خصائص عديدة ومتميزة، سأقتصر على بعض منها وأهمها فيما يلي. الأدب الإسلامي أحبتي هو أدب غائي هادف. ماذا نقصد بذلك؟ نقصد به أن الأديب المسلم لا يجعل الأدب غاية لذاته كما يدعو أصحاب مذهب الفن للفن، وإنما هو وسيلة إلى غاية. تتلخص هذه الغاية في ترسيخ الإيمان بالله عز وجل في الصدور، وتأصيل القيم الفاضلة في النفوس. أنه أدب أصيل، تتجلى هذه الأصالة في التزام الأديب الإسلامي بالأصيل من خصائص الأمة الإسلامية والنقي من صفاتها، وتمحيص أدبه للخالد الباقي من روحها الرفيع الثمين من مزاياها. أيضا فهو أدب مستقل. ماذا نقصد بذلك؟ أي حين يتخلص الأديب الإسلامي من تأثير الأدباء الأفذاذ الذين يجذبون إليهم من دونهم جذبا شديدا ويتحكمون في رؤيتهم للأشياء، فهذا الاستقلال يتم بالتصميم من جهة، وبتكوين الشخصية الأدبية الإسلامية من جهة أخرى، بحيث لا يرى الأديب المسلم إلا بعين الإسلام، ولا يسمع إلا بأذنه، ولا يحس إلا بإحساسه. ما زالت هناك خصائص كثيرة أذكر منها الآن الثبات والرسوخ. ماذا نقصد بذلك؟ فالأدب الإسلامي بسبب كونه يستمد قيمه ومضموناته وتصوراته من الإسلام الثابت الراسخ، فإنه يحتفظ دائما بشخصيته وجنسيته وروحه وتفكيره وذكريات ماضيه. وإذا تغير فيه شيء على مر العصور فإنما قد تتغير بعض أشكاله وأثوابه فحسب. إذن فالأدب الإسلامي يبقى دائما ثابتا راسخا مهما تغير الزمن أو تغيرت العصور. أيضا فهو أدب إسلامي أخلاقي. فالأدب الإسلامي أدب أخلاقي بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات، ذلك أن الالتزام الخلقي عند الأديب الإسلامي كعبقريته. وإذا تذكرتم معي أحبتي الكرام في التعريف الذي قدمته سابقاً حول الأدب الإسلامي، فإننا قد قرنا الأدب الإسلامي بالمضمون الأخلاقي. إذن فهناك علاقة طبعا وطيدة، لا ينفصلان عن بعضهما البعض. من خصائصه أيضا الإتقان، وذلك لا يتم إلا بتآزر الشكل والمضمون، وعلى هذا فإنه لا يشفع للأدب الرديء عندنا أن يكون موضوعه إسلاميا. فكثير من مدائح الرسول صلى الله عليه وسلم فيما مضى أو في عصور مضت مستبعدة من الأدب الإسلامي. لماذا؟ ذلك لأن الأدب الذي نرمي إليه ينبغي أن يجمع إلى سمو الغاية سمو الوسيلة أيضا. أيضا من خصائص الأدب الإسلامي الوعي،
ونريد به أن يعي الأديب الإسلامي ذاته المؤمنة. أعيد، نريد أن يعي الأديب الإسلامي، الأديب الإسلامي عفوا، ذاته المؤمنة، وأن يشعر شعورا عميقا بالمسؤولية التي ألقاها الله على كاهله، وأن يقدر خطورة الكلمة وشرفها وقيمتها. هذه أحبتي الكرام بعض خصائص الأدب الإسلامي، قد أجملتها لكم في هذه الحصة مختصرة كما ترون كي لا أطيل عليكم. وهكذا نستطيع أن نقول إن الأدب الإسلامي هو تصوير الحياة والإنسان والكون في صورة فنية ملتزمة بفلسفة الإسلام للجمال، فعلينا أن نهتم بهذا الأدب حق الاهتمام لبث الإسلام وانتشاره في العالم كله ملتزما بالخصائص المذكورة أعلاها. كما تلاحظون أحبتي أن الأدب الإسلامي وفي حد ذاته دعوة إلى التعرف على هذا الكون وهذه الحياة وهذا الإنسان. طبعا كل هذه مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وتبين وتبرهن على قدرته وجلاله وعزته. فالأدب الإسلامي لا شك إذا توفرت فيه كل هذه الخصائص واجتمعت فيه، فلا شك أنها ستخدم كل هذه التصورات بصورة فنية ملتزمة إسلامية. إلى هنا أحبتي أستودعكم الله وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي حصة مقبلة بحوله وقوته.